أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني كيف خلقت من صفات، وخلقت من قوة، وخلقت من مهارة، وخلقت من عظمة. طيب نظرة تانية للإبل، بعدين اقتبست من الإبل ما نفعني في شخصي، أنا عايز بقى استفيد من الإبل ما ينفعني في روحي، الناحية الروحية يعني. ولما تسمع الناحية الروحية يعني الإيمانية يعني الدينية، لأن الروح هي مستقر الدين، وهي محل الإحساس بالخشوع والخضوع والتوكل والرجاء والخوف ومراتب الدين العليا، الروح. طب إيه اللي في الإبل هستفيده أنا لتغذية هذا الجانب؟ قوة الإبل. الإبل قوة وقيمة وقامة، لكن قوة وقيمة وقامة في إيه؟ في بدنه. بدنه عظيم، لكن المؤمن بقى بياخد من هذه القوة والقامة صفة لنفسه، إيه هي؟ قوة الإيمان، قوة التحمل، قوة التدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وإذ أخذنا ميثاقكم، ها؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزم. الشحن الإيماني هو الذي يجعل المؤمن أقوى من الجمل، لأن قوة الإنسان يا جماعة مش في جسمه. سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل من علماء الصحابة، كان إذا وقف تساوى مع الجالسين، يبقى طوله قد إيه وجسمه وساقه ونحفته وكذا، يمكن لو وزناه في بميزان الأجساد النهاردة يمكن ما يطلعش يعني 25-30 كيلو بالكتير. ورغم ذلك النبي وزن في عيون الصحابة ساق رجل واحدة من قدمي أو ساقي ابن مسعود، وقال إنهما أو الساقين، قال إنهما أثقل عند الله من جبل أحد. الله، أثقل في إيه يعني؟ إيه ثقل المؤمن في إيه؟ وزنه إيه؟ المادة الوزن في حياة المؤمن وفي كيان المؤمن، وزن المؤمن يا جماعة في إيمانه، خد مني لف جسمه، يا ما شفنا أجساد كالفيلة وعقول كالعصافير، ويا ما شوف يعني الفيل، شوف قد ايه ناموسة واحدة صغيرة بتجننه، شوف الأسد قوته قد ايه، جرادة واحدة بتخليه يهج وينط في الغابة كلها، ولا يملك مع البعوضة او ايه او ناموسة شيئا، تغلبه بتدمع عينه. المسألة مش مسألة أجساد، والمسألة مش مسألة تربية أجسام، والمسألة مش مسألة أكل وشرب. الأكل والشرب هذا يكفي الجسم البشري أقل ما تتصور من طعام وشراب، والذي عدله النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. طب لما المعدة كلها قد قبضة اليد قد كده، التلت قد ايه بيكون طعام، والتلت قد ايه شراب، والتلت الفاضي. لما نزن اللي احنا بناكله وبيتضخر في اجسادنا في صورة شحوم ودهون وعضل ملوش لازمة ولا يستخدم في شيء نافع، بنلاقي نفسنا هلكة، بنلاقي الطعام هو اللي بياكلنا مش احنا اللي بناكله، ويسقطنا في الامراض وفي الاوبئة والى اخره. قيمة الانسان ان كان قيمة الجمل في جسمه، فقيمة الانسان في ايه؟ في فكره، في ايمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهوان الدنيا كلها
لهوان لا 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 لخراب الدنيا كلها أهون عند الله من دم امرئ مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني المؤمن أثقل عند الله من الدنيا كلها. نعم أثقل عند الله من الدنيا كلها. ولذلك قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الاعتداء على واحد وقتله هو في ميزان جماعي في نظر الله، فكأنما قتل الناس جميعا. ما بالك لو الإنسان ده مؤمن بالله؟ إذن قوة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصريح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هذا في خير وهذا في خير، لكن هل الخير الذي في كيان المؤمن القوي كالخير الذي في كيان المؤمن الضعيف؟ طبعا لا يستويان. طيب انظر نظرة ثالثة للإبل. الإبل رغم عظمته وضخامته يسوقه الصغير والكبير. ايه الدرس اللي اخده من دي بقى؟ يسوقه الطفل، له طفل صغير سايق الجمل والجمل معاه ماشي، ابدا باخد صفة التواضع مهما عظم شأني، بتعلم صفة التواضع مهما علت رتبتي، مهما على شأني في بين الناس. صفة من أروع الصفات الإنسانية التواضع. ولذلك لا يتكبر إلا جاهل، صحيح لا يتكبر إلا جاهل بنفسه، جاهل بغيره، جاهل بربه. الجمل العظيم ده طفل صغير يسوقه؟ المدرسة دي، مدرسة التواضع دي، بنلاقيها بقى كاملة. انتقل بقى إلى مرتبة أعلى، النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع الأكبر، عظمته كانت في تواضعه. لما سيدنا أنس بن مالك بيوصفه صلى الله عليه وسلم ويقول: الجارية، يعني الطفلة الصغيرة، كانت تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعها من مكان إلى مكان ولا يتركها حتى يقضي حاجتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي سيد ولد آدم، أعظم من خلق الله قيمة وقامة. هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم طفلة صغيرة ممكن تسوقه إلى حيث قضاء حاجتها ويمشي معها تواضعا. إيه المدرسة دي؟ مدرسة التواضع. إذا الوحي يأتيه رسول من الله: يا محمد، ماذا تختار؟ أن تكون عبدا نبيا عبدا، أم نبيا ملكا؟ فقال: بل نبيا عبدا. فقال: بل أكون نبيا عبدا. وكان ممكن النبي ترى مستجاب الدعوة واتصال وبعدين نكمل. نعم قالوا: تفضل تفضل. نعم سالم تفضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويحفظ قناة نور مينا والعاملين عليها. آمين. بداية نعلم جميعا يا سيدي أن الصلاة قد فرضت على كل إنسان عاقل وبالغ، والصلاة عماد الدين، فمن هدمها فقد هدم الدين. هناك يا سيدنا أناس تفوتهم بعض الصلوات لظروف صعبة، وأسألك كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر. في سؤال ثاني سيدنا: الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، طبعا الصنف الأول
هم الموحدون بالله ويقومون بالطاعات المفروضة عليهم. وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتهم. أما الصنف الثاني هم الملحدون الذين من طلابنا الذين يدرسون في روسيا والدول الملحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا رسوله ويعتبرون أن المخلوقات الذي خلقها الله وجدت من الطبيعة وبدون خالق، ولهم شعار معروف لا إله والحياة مادة والعياذ بالله. فكيف بالله عليك يا شيخنا يتم إقناعهم للعودة إلى الله ولرسوله؟ وفي بعض الناس الملحدين قلوبهم ناعمة مش قاسية، مؤمنوا بالله وبيؤمنوا بالرسول ولكنهم لا يؤدون الصلاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وأنا سبق مرة من المرات دعيت واحد من إخواني في السوق اللي أنا بعمل فيه، بقول له خلينا، كان وقتها رايح اشتري باكيت دخان محل محلات وكان موعد صلاة الجمعة، بقول له يا أخي بالله خلينا نروح نصلي صلاة الجمعة طبعا برفق وكلام طيب وبعدين بتدخل، نقول يا أخي حل عني روح صلي عني وعن كل الشارع. فطبعا هذا أسلوب غير لائق وغير جيد، فبدنا منك إرشادات يا شيخنا الغالي والحبيب على قلبنا، ونسأل الله لك السعادة والهناء وربنا يوفقك. بدنا دعواتك يا سيدنا الشيخ والله يعطيك العافية ويسيك الخير، ونثني على المخرج وعلى اللي أعطانا الاتصال حبيبنا الغالي على قلبنا وعلى قناة نورمينا وعلى العاملين عليها، والله يعطيك العافية وجزاك الله في الخير يا شيخنا. إن شاء الله بجاوبك بس بعد ما خلص النقطة دي. شكرا على اتصالك. مدرسة التواضع التي اعتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، فقال له إسرافيل مقابل أنك اخترت أن تكون نبيا عبدا فقد جعلك الله سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ده كل ده مقابل أن اختار لنفسه أن يعيش عبدا مع علو رتبته وفخامة مكانته، ومع ذلك كان متواضعا وكان مدرسة في التواضع. قبل ما انسى عايز أجاوب على السؤال اللي اتصل بي أخونا الكريم، اتصل تاني. طيب ماشي تفضل. تفضل عادل. السلام عليكم. مين؟ أم حازم. السلام عليكم أم حازم. نعم تفضلي. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله والله. والله يا شيخ أنا بحكي لك قصتي، صار لي 31 سنة وأنا مظلومة. نعم تفضلي. راح عمل يعني يعذبني وكل إشي وأنا مريضة يعني. في خرواشة كده في الصوت مش سامع كان معادل. راحت راحت. طيب طيب أجاب على الأسئلة قبل ما انسى. معلش الصلاة فوائد. الأخ بيسأل بيقول فوائد الصلاة، واحد اللي فاتوا من عمره صلاة كيف يقضيها ولا كيف، ولا خلاص اللي فات مات وابدأ من جديد. شوف الفوائد نوعان، نوع قديم كثير يتعذر حصره، يعني زي اللي قعد 20 سنة بيصليش أو 30 سنة بيصليش كتير وقديم وزمان. والنوع الثاني من الفوائد، الفوائد القريبة، يعني فاتك أمس مثلا صلاة مغرب صلاة ظهر ويسهل إيه حصرها، أنت عارف إيه كم صلى عليك وهي قريبة قريبة العهد منك. هذه ليها طريقة وهذه ليها طريقة. الفوائد القديمة الكثيرة التي يصعب حصرها وعدها لك أن تختار أحد التصرفين، إما أن تكثر من النوافل، فإن النوافل وكثرة النوافل من الصلوات تجبر نقص الفرائض الفائتة القديمة، كويس؟ وفي ذلك أدلة. أما الفوائد القريبة يعني فاتك فرض فرضين وسهل عليك حصر